بعدنا معكم مشاهدينا مباشرة على الهواء، وبحب أذكركم لكل الأشخاص يلي مضطرين يتركوا بيوتهم وحابين يبقوا معنا، فيهم يتواصلوا معنا على www.nursad.tv ويختاروا نور الشرق ويكبسوا على نور جديد ويتابعونا من وين ما كانوا. حتى إذا كان في عجقة سير، فكرة رائعة أنكم تسمعونا، وخاصة بهالفقرة يلي رح نكون عايشين فترة نص ساعة بين الأرض والسماء مع تراتيل وترانيم بأصوات رائعة موجودة معي هون باستوديو بتأملات رائعة. كل شخص منكم في حط نية خاصة معنا ويصلي معنا بهالنص ساعة. بنرحب بالمرنمة نوال يونس، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، شو حلو استوديو اليوم، هيك منور بوجودكم. وعدنا المشاهدين أنه نعيش نص ساعة من الوقت بين الأرض والسماء. كيف بدنا نعيشها هالنص ساعة؟ شو محضرتي لنا نوال اليوم؟ صلاة وتراتيل. صلاة وتراتيل على النوايا كمان. وطلبنا من كل المشاهدين، لكل شخص عنده أي نية في حتى أو يتصل فينا على الرقم اللي حيشوفه بأسفل الشاشة ويحط نيته معنا لنصلي. بنبدأ بنصلي من كرمال كل اللي عم يتألموا والمظلومين، وبنصلي كمان كرمال كل المأسورين والمفقودين، بنصلي كرمال كل الجياع والعطاشة. إلك يا رب بنصلي. نبدأ مع أول ترنيمة. حياتي لحظة أو ساعة تمر أو يوم واحد يفر من يدي لكي أحبك في الأرض يا إلهي. ما عندي إلا اليوم. حياتي لحظة أو ساعة تمر أو يوم واحد يفر من يدي لكي أحبك في الأرض يا إلهي. ما عندي إلا اليوم. أحبك يسوع نفسي إليك أطشى ليوم واحد كن ملجأ الهني. اجعلني عرشك زيني بابتسامة ربي فقط حياتي لحظة أو ساعة تمر أو يوم واحد يفر من يدي لكي أحبك في الأرض يا إلهي. ما عندي إلا اليوم. ما هم إن بدا مستقبلي غيوما أصلي للغد لا أنا لن أستطيع أحفظ طهارتي. ظللني بالقداسة ربي فقط هذا اليوم. حياتي لحظة أو ساعة تمر أو يوم واحد يفر من يدي لكي أحبك في الأرض يا إلهي. ما عندي إلا اليوم. ما عندي إلا اليوم. من أجل جميع المرضى والمصابين، من أجل جميع اليتامى والمتروكين، من أجل جميع العجزة والمهملين، إلك يا رب منصلي. شو الترتيل الثاني؟ يا أمير السماء حلا شي نصلي لأمنا العذراء. طبعا
حياتي بقدمها إلك بهالقداس بعيدك الحلو زهر وجه الكون يا مريم العذراء اللي دقت الكاس يا رفيقة الأيام بالصلاة يا مريم العذراء احمي لبنان. من اجل جميع المطرودين والمشردين منصلي، من اجل اللي فقدوا احبائهم واغلى الناس على قلوبهم كمان منصلي، منصلي للاشخاص اللي بعد ما تعرفوا عليك يا يسوع، بعد ما عرفوا محبتك، بعد ما لمسوا حنانك، منصلي لهم كمان. يا غافي وعيونك لعينيك
شربي لحمينا. منصلي ليحل السلام بدل عن الحروب بكل العالم مش بس عنا بلبنان. منصلي ليحل المحبة بدل ما يكون في عداء وبغض وكراهية. منصلي لتحل روح التسامح والغفران ونسامح بعضنا ونحب بعضنا بدل ما نكره بعضنا. هيك بخف الشر وبتخف الكراهية بين بعضنا وبنعرف محبة يسوع ومنتقرب منه أكتر. إلك يا رب منصلي. آمين. عليقي فرحي
منصلي من أجل أنه تحل السعادة والفرح بقلوب كل الناس بدل من الحزن. لكل شخص حاسس بحزن اليوم وتعبين وزعلان، خلي الفرح يمتلي بقلبه. لكل إنسان موجوع، خلي الفرح كمان يدخل بقلبه، لأنه الفرح هو بيسيطر على كل الحزن وعلى أي وجع. منصلي لكل اللي عم يتخذونا ويقتلونا لأن مسيحية ومنحب يسوع وعم نحكي باسم يسوع. منصلي لكل اللي بعد ما تعرفوا على يسوع، على محبة يسوع، تتعرفوا عليه قريبا. إلك يا رب منصلي. منصلي من أجل كل الحكام والملوك والرؤساء بالعالم ولكل المسؤولين ببلادنا، تيكونوا عم بيقوموا بأعمالهم بصدق وبأمانة وبضمير خاصة. منصلي لكل شخص
ما عم يقرا بالانجيل وما عم بيصلي، ما عم يعرف يتعرف على يسوع، يتعرف عليه ويعرف قد ايه هو رحوم وشفوق. وما ننسى شفاعتنا العذراء يلي هي اول اعجوبه صارت وقت اللي مع يسوع، وقت طلبت منه يحول الماء للخمر. قادرين نطلب من العذراء تتشفع لنا عند يسوع كمان لاي امنيه موجوده عنا او بنتمنى انها تصير بحياتنا. واخر امنيه بدي اقولها اليوم لكل شخص مدمن على المخدرات او اي نوع ادمان اخر، عم نصلي من كرمالك اليوم او كرمالك روح يسوع تدخل فيكم وتشفوا من هالمرض يلي تعرضتوا له ومن هالتجربه. الك يا يسوع بنصلي. شكر كتير كبير لإلك نوال يونس على الصوت السماوي. يعني أنا لبيت نداءكم، طلبكم، وطلبتوا مني إنه ما بدكم تحكوا، بدكم ترتلوا. فعلا بدنا نكون عم نعيش نص ساعة، مش سجود لأنه القربان مش قدامنا، بس نص ساعة بين الأرض والسماء. وبشكرك وصلتينا للسماء بهالصوت الرائع. الله يخليكم بهالهمة. ثانك يو. أكيد باللقاء التاني بنتعرف عليكي أكثر وبنعرف مين نوال يونس اكثر. ميرسي كثير حنان ابو زيد، انت من اهل البيت على طول، المشاهدين بيشوفوكي عبر تليلونيار كمان الصوت السماوي، وبنعرف انه صوتك مبحوح. بشكر وجودك اليوم انك قدرتي جيتي وعلى الموسيقى الرائعه اللي قدمتيها، وهيك خليتي الجو يكون هيك مصلي اكثر. شكرا لحضوركم معنا اليوم. ميرسي. مشاهدينا ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهال النص ساعه اللي مضيناها، سميتها انا فقره بين السماء بين الارض والسماء. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها. بناخذ بريك سريع وبنرجع لكم.